زي كل الماتشات في النادي الاهلي يعني تعودنا انه الحكايه مش حكايه نتيجه ماتش ولا ماتشين ولا ثلاثه ولا حتى بطوله، هي كتله من القواعد الرولز زي ما الناس بتقول، وبالتالي شايفها مباراة مؤثرة، طبعا مؤثرة في حلم العروس يعني الأفريقية اللي باتت عنيدة شوية على الفارس الأحمر، لكن إن شاء الله قادر حسام البدري ونجوم الأهلي إنهم يجتازوها بعد التعادل اللي يعني شوية عمل ضبابية مع الترجي، لكن الأهلي قادر على 3 نقاط في كامبالا سيتي. إن لم يحصل على 3 نقاط يبقى لكل حديث أو لكل مقام مقال يعني زي ما بيقولوا، وبالتالي بالتالي لا ان شاء الله لا يمكن التفكير فيما هو عدا الفوز ان شاء الله. مباراة كامبالا سيتي مباراة فارقة جدا بعد التعادل النادي الاهلي في مباراته الاولى امام الترجي. انا اعتقد ان الناس كتير يعني تحدثت على فرص الاهلي بعد مباراة الترجي، علما بان النادي الاهلي في المباريات الثلاثة الاخيرة كان مع الترجي في القاهرة بيتعادل ولكن بيفوز خارج الديار، انما مباراة كامبالا بقى مباراة مختلفة لان هي خارج الديار اولا، ولانها مباراة اللي ممكن النادي الاهلي يقطع بيها مسيرة كبيرة نحو التأهل إلى دور الثمانية طبعا بإذن الله، لأن هي مباراة هتكون صعبة خارج الديار، وفريق الكامبالا خسر مباراة الأولى وبالتالي عنده برضو نفس الحافز أنه يحقق نتيجة إيجابية على ملعبه، لكن هي مباراة هتكون مهمة جدا في مسيرة الأهلي لسببين، أولا لأنها تاني مباراة بعد التعادل في القاهرة، ثانيا لأن أو يعني في مصر يعني الأهلي لا يلعب في القاهرة الآن، ثانيا لأن هي المباراة التانية والأخيرة قبل التوقف طويل تقريبا شهر ونص قبل العودة بعد كده بعد كأس العالم لاستئناف الجولة الثالثة في بطولة أفريقيا. ما ضاع في مباراة الترجي ألا يضيع في مباراة كامبالا، ويقفز الأهلي مبكرا عشان ما ندخلش في الحسابات ورايحين نلعب مع فلان ورايحين نلعب مع فلان، إن احنا عايزين نخلص مهمة سفير الكرة المصرية في هذه البطولة، ان احنا عندنا سفيرين، سفير في الكونفدرالية وسفير في ايه في دوري الابطال، ودوري الابطال غابت علينا كتير وما تعودناش في مصر انها تغيب كتير من ساعة ما الاسماعيلي اول من فاز بيها، ثم الاهلي والزمالك فازوا بيها، ثم الرقم القياسي بتاعنا بتاع مصر بتاع النادي الاهلي، عايزين بقى نكمل في هذا المجال زي ما بنتمنى ربنا يوفق المصري ويحقق الكونفدرالية، لان مصر ريادتها بتاكد ده، بس ريادتها بالجهد الجديد والجيل الجديد يمشوا على نفس المنوال ويعود الاهلي لمونديال الانديه من جديد ان شاء الله. كابتينو حبيبي، كابتينو يعني بفارق السن طبعا ليا معاه مشوار طويل، اخويا الصغير ونجمي المفضل وابني احيانا، عشت معاه من الناشئين بطعم برونزيه العالم في الارجنتين 2001، شفته في كل افراحه واطراحه واحيانا احزانه وانكساراته، كان دايما راجل، كان دايما سابق سنه الحقيقه، هو نموذج للشباب، تغرب من نعومة أظافره زي ما بيقولوا من 11 سنة ومع ذلك لم يعني يفلت من خط مستقيم مشي عليه، عشان كده النجومية رزق من عند ربنا ناله حسام غالي الغالي على الكل، واللي كان يمكنه البقاء طويلا لكن في الملاعب يعني، لكن خلينا نقول انه هيبقى حول الملاعب، يبقى زومة أرى. أنا مش عارف ليه شايف ابننا العظيم حسام غالي في الإدارة إن شاء الله الكروية الحمراء أولا. طبعا حسام غالي طبعا كان واحد من النجوم التاريخيين للمصرية، واحد من اللعيبة اللي قطعوا أكبر، واحد من أكبر المشاوير في الكرة المصرية، ما بدأ من موسم 99-2000 يعني سنة 99 ونحن الآن في عام 2018، 19 سنة عطاء للكرة المصرية، سواء لما كان في النادي الأهلي أو لما خرج للاحتراف خارج مصر وكان نموذج جيد. الحقيقة يا حسام غالي كان الميزة اللي فيه انه مش لعيب كورة، مش لعيب فنان كورة فقط، ولكنه كان شخصية قيادية هائلة، كان بيتحكم كتير جدا في ايقاع فريقه بحكم ان هو شخصيته قوية ومع زملائه اللاعبين، كان لاعب ايضا عنده العطاء والاداء المميز على مدى سنين طويلة، وده اللي ميزه عن نجوم كورة كتير. الحقيقة نتمنى له كل التوفيق في مشواره الرياضي المستقبلي، وأنا أعتقد أنه نموذج لرياضي ولاعب كورة من الممكن أن يكمل مسيرته
في مجالات أخرى كثيرة من الإدارة والتدريب ومجالات كثيرة في كرة القدم. يعني أولا كل تحية لحسام غاني، واحد من أبرز اللاعبين أنا عصرتهم من هم في الناشئين. شخصيا كنت أرى أنه لسه قدامه سنتين، لكن خلاص ده قراره، وأنا بحيي أي نجم ياخد القرار المناسب في التوقيت المناسب، لأن بيني وبينك احنا بنقول قدامه سنتين، طب وقعد السنتين هيعتزل، يبقى يعتزل وهو واقف على رجليه والناس بتقول له لا ده انت ممكن تكمل، دي اللقطة وده القرار. وما يميز شخصية حسام غالي في مسيرته الكروية أنه صاحب قرار وأنه صاحب شخصية قيادية، عشان كده أنا بحييه وبقول له شكرا على ما أمتعتنا به في السنوات الماضية. نتمنى أنك أنت تكون كادر إضافي بقيمة إضافية حلوة سواء داخل المنظومة الإدارية للنادي الأهلي أو المنظومة الفنية، وتستفيد منك مصر من خلال اتحاد الكورة، من خلال أي مجال أنت شايفه، وأعتقد سيكون إضافة لأنه هو لاعب ذو مواصفات خاصة، وبالتالي كانت المواصفات الخاصة القيادية، والقيادية دي تعكس الشخصية، فسماته الشخصية ممتازة ويكون قدوة محترمة للأجيال الجاية.